نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما ورد أن الجن يروننا من حيث لا نراهم في الدنيا ونراهم من حيث لا يروننا في الآخرة؟ يروننا من حيث لا نراهم، هذا في القرآن، إنه يراكم هو، أي الشيطان يراكم هو وقبيله أي الجن من حيث لا ترونهم، أما في الآخرة فالله أعلم، ما أعلم شيء يدل على هذا، إننا في الآخرة ينعكس الأمر فنراهم ولا يروننا، ما أدري عن هذا. نعم.